سويت لهم تمن ومرق قرع وبصل، احنا يعجبنا ناكل مع التمن. اطفالك يحبون تمن والمرق؟ اي بس تمن ومرق، يعني حتى ما لحق اشتري لهم تمن. شلون نشوفهم مهتمين يوم ياكلون بالمخيم هنا؟ اشوف ايش قد يعني ايش كانه ما قاعدين احنا بقصر مو بخيم. اهم شيء هم حواليا. يعني هناك فد مره ما امان بيتنا وقع، احنا بيتنا وقع، ابوهم ميت وجبتهم هنا وجيت، وكل شيء ما محتاجين الف الحمد لله والشكر. ما طول اكو تمن واكو خبز، شيء ما محتاج، ما طول عياكلون ما جوعان وحاسين بهالامان هذا. خلي خيمه، ايش بيها الخيمه، بس اهم شيء مرتاحين.